أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله من حلقات الماتلاب الخاصة بقسم اتصالات وكهرباء. إن شاء الله الحلقة دي بإذن الله عايزين نتكلم على إزاي إحنا اتعلمنا إن إحنا نرسم إشارة ساين قبل كده، وإشارة دي وإشارة لوحدها دي سيم، وقلنا مهما اختلفت الدوال، مهما اختلفت الفانكشن، مهما اختلفت الالجوريزم اللي انت بتستخدمه، الايكويشن، المتغيرات اللي في الثوابت انت عارفها ماشي عليها، لا يزيغ عنها الا جاهل، تمام؟ فانت في المتلب انت عايز ايه؟ تقول لي انا عايز ارسم الناس الخاصه، وخصوصا الناس اللي هم في الدراسات العليا والماجستير. انت محتاج ايه؟ انا محتاج الخارج بتاع البلوت بتاع ده اللي بوريه للدكتور اللي انا بشتغل معه او الذي اقوم بالتحضير معه او في مشروع او ان دايما ليه بالخارج بتاعك، قدم لي الخارج بتاعك. طب المتلب الخارج بتاعك انا عندي ريليشن بين علاقتين، ريليشن بين علاقتين اكس وواي وات ايفر في وتي. فالمثال ده هقول لك ترسم لي ثواني كده، طبعا هو الجهاز بيهنج. وتظهر بقى مهما اختلفت الدوائر اللي انت بتاخدها او اللي انت بتشتغل عليها، انت بتبقى عارف انت عايز ايه. يعني عايز يعني في معادلة، في معادلة المعادلة دي، يا سلام، في معادلة، المعادلة دي اديك شايف مثلا في وعندي تي، ماشي، دالة الساين بتاعتي اللي هي دالة جيبية هضيف عليها مركبة دي سي، هل في على ذلك غبار؟ مفيش. طيب خلاص، يبقى انا بديهي هرسم دالة علاقة ما بين في وتي، في وتي زي ما خدنا قبل كده، في اسف تي تايم والفي. حلو الكلام. الفريكوانسي بتاعك ايه؟ هو الفريكوانسي ببساطة خالص، شايف دي؟ الجهاز بيتزفت ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. شايف دي؟ ادي سايكل وادي سايكل التاني، تمام. طب ثواني كده، عشان برنامج التيم فيور وبرنامج الماتلاب منين يزود، ماشي. تيجي تبص هنا تلاقي دي كده دورة سايكل، وهنا سايكل تاني. عدد السايكل في الثانية اللي هما الفريكوانسي هيساوي 2 سايكل في الثانية الواحدة. طب واحد يقول لي ما تعرفش تجيب لي التايم بتاع سايكل واحدة اللي هو تي كابيتال؟ احسبها انت بقى، عدد السايكل الواحدة في كل ثانية، يعني 1 ثانية في دورتين، 1 ثانية في دورتين، يبقى التي اللي انا عايز اجيبها مقلوب ناقصة امك، يبقى التي اللي انا عايز اجيبها 1 على اف، 1 على اف يعني 1 على 2. يا ابن الجزم، برنامج ابن جزمة. يبقى مقلوب الاتنين عندك هيديك كام؟ هيديك نص. يا سلام، يعني دي نص ودي نص، دي نص ودي نص، يطلع في الاخر كل ده 1 ثانية. فاهم انه عددهم في الثانية الواحدة، يعني بعد 1 ثانية دورتين، يبقى زمن واحدة نص، بحيث تقول نص وهنا نص، يبقى التي هتساوي ايه؟ ثانية واحدة، مش سامية واحمد، ثانية واحدة. قيس بقى على كده بقى، هو هنا جاب لك الاف بتاعتك بكام؟ ب50 سايكل، يبقى التي بتاعتي 1 على 50، انا جبتها هنا. فين التي؟ هنا التي اهو. طب انت سعادتك بتقول لي انا عايز علاقة ما بين التي والفي،
طب مش التي ده مش ليه رينج؟ انا مش هدخل في الدالة هنا تي مثلا بواحد طلع الفي بكام، والتي باتنين طلع الفي بكام، وابدأ ارسم لي الكيرف بتاعي مثلا، مش في قيم داخلة؟ اه يبقى خلاص المعادلة بتاعتي اهي ايه ساين دبليو تي زائد الفا. الفا دي عبارة عن ايه؟ فيز، بسميه الفيز شيفت. يعني ايه في الشيفت؟ بكل بساطة في الشيفت في زاوية هنا او بدأ اشارة موجة بدأ من الصين، وفي واحدة تانية مش شفتها. يعني ايه مش شفتها؟ بدل ما تبدأ من الصفر بدأ من كده، او ممكن تكون زايدة كده. دي بكل بساطة في الشيفت. فهي عبارة عن، هي طالما في زائد يبقى هي متضافة على الأوميجا. أوميجا 2 باي اف تي، 2 باي اف تي. حلو الكلام. طيب يبقى انا دلوقتي الاف بكذا ب50، الفي ام اللي هي الامبليتيود ماشي، والالفا وليكن باي على 6، طبعا هو اللي مختار الكام ده، والكي اللي هو الدي سي كومبوننت هيساوي ربع في الفي ام. الفي ام يا جماعه اللي هي الامبليتيود، هو عاملها هنا ب110، اعملها براحته. طب ابدا بقى الشغل الجد بقى بتاعي. الماتلاب زي ما قلت لك لما بيقرا بيقرا من فوق لتحت. اديله التي بتاعته بصفر، تي واحد هنا، تي واحد، تي اتنين من اول الصفر لحد تلاتة في تي، براحته بقى اربعة في تي، خمسة في تي، وتحافظ عن حيث ان التي اللي هو زمن السايكل الواحدة. خدها قاعدة كده، زمن السايكل الواحدة، زمن السايكل الواحدة. طيب ابدأ اقول له بقى افتح لي، قول له انت عايز تلزم كيرف. طب الكيرف بتاع المفروض عندي من رينج من تي واحد لتي اتنين، وفي النص الستيب بتاع، الستيب بتاعتك اللي هي ايه؟ انا كنت بقول لك تي هتساوي تي واحد لستيب لتي اتنين. انا للاسف معرفش تي واحد بكام، ولا اعرف تي اتنين كام. كنت بقول لك مثلا اتنين لحد 10 1، فهتقوم تقول لي اه هنا اتنين وهنا 10، اه همشي خطوة 3 4 5، فأصبح بيجيب عند 3 جابت كذا، عند 4 جابت كذا، عند 5 جابت كذا. طب لو الستيب كانت ب2 اه يبقى 2 بعدها 4، يبقى 4 جابت كذا، بعد 4 6، عند 6 جابت كذا، and so on. يبقى دي الستيب بتاعتي. طب الستيب هتيجي ازاي؟ الخطوة هتيجي ازاي؟ الخطوة هقول لك احسبها لي تي على 20 حسب ما يجيب لك بقى. فيجر يعني انت بتتعامل مع امر صورة، استدعاء امر الصورة، واكس هتساوي اكسس متخيلات حسب ما تسميها ست. ده بقى الشغل بقى. تعال على الاكس، تعال على اكس اللي انت مسميه اكسس، واكس ليميت يعني هنا بقول له ايه؟ اعمل لي ليميتيشن لاكس، يعني الرينج بتاعه من كام لكام، من تي واحد لتي اتنين، تي واحد لتي اتنين. في كذا طريقة. يعني انا اخدت المرة اللي فاتت لاين سبيس، في ناس تانية ممكن تشتغل لاين سبيس، ممكن ناس تانية تشتغل اكسس سكوير، براحتك انت بقى. انت مش مجبر ان انت تمشي بحاجة ثابت. انت طالما انت عارف انت هتحتاج ايه خلاص. انا دلوقتي ماشي بقول للماتلاب الاكس محور اكس هيبدأ من كذا لكذا، وعرفت الاكويشن. طب والواي ليميت، شايف ده الواي ليميت؟ اه من سالب 200 ل 200. تايتل اللي هي العنوان بتاعها بتحط هنا، المعادلة بتاعتك اللي انا كاتبها فوق تكتبها تحت. طبعا احنا خدنا كتابة المعادلة ايه اللي هي عند ال دبليو ام في اللي هي داش ساين افتح قوس اوميجا 2 باي اف اهي في تي 2 باي اف تي زائد الفا ايه في الكوز زائد كي، عشان الناس اللي ما بتعرفش. اكس ليبل هتكتب هنا ايه زي ما اخدنا قبل كده، هتكتب تايم اكسس سكند. واي لوبل هتكتب هنا ايه؟ هولد اون. اه هولد اون، هولد اون ده يعني ايه؟ شايف الكلمة ده هولد اون؟ ده بيقول لك انت دلوقتي عملت اكس اكس، وكتبت كلام هنا، وكتبت كلام من هوت تمام، واصبح عندك في قيم هنا، في قيم اكيدة. تيجي نجرب، تعال نجرب، امسح بقى العك كده. لو انا اخدت كده
في الحالة هولد كده وكوبي وبيست، تمام. قلت له ران، شوف بقى الخارج هيجيب لي ايه. جاب لي ايه؟ جاب لي السالب 2، السالب 200 وال200، وهنا الصفر وايه، والرينج اللي هو كام تي. الستيب بتاعك تي 3 في تي، لو ضربت 3 في 1/50 هتجيب لك الرقم ده. ده اللي هو اكس ليميت واي ليميت. انت قلت هولد ان، يعني بقول لك كل اللي فوق ده ثبته زي ما هو. اشمعنى؟ اصل انا بعد كده هقول له اعمل لي بلوت، فالبلوت اللي هيرسمه اللي بعد كده يحطه هنا اهو، مش يعمل له حاجه او خانه اول وجديد. في بعد كده امر اسمه جريد اون. جريد اون ده لو انا عملت كده كوبي وبيست وامر التشغيل، هيعمل لي ايه؟ الشبكه بتاعتي، جريد الشبكه بتاعتي. تعال بقى ارسم لي يا سيدي تا متغير اسمه لاين، اعمل لي لاين، اعمل لي خط تي 1 لتي 2 عند 0 1 و0 2، يعني 0 1 0 تي 1 دي تي 1 وهنا تي 1. اعمل لي لاين عند الصفر من هنا لهنا، تمام. طب عايز ارسمه او عايز اعمل له بروبرتس، يبقى خاص بالست تا كلر ار يكون لونه ريد احمر وعرضه 2. تعال اعمله كده كوبي اقول له نفذ، عمل لي من الصفر كام؟ حلو قوي، عارف، تمام ماشي. تعال بقى لاين، انت المفروض ترسم ايه المركبة اللي هي كي. انا هرسم الكي اهو، يبقى انا حددت نقطة الصفر. الكي هيشفت فيها الإشارة فوق. الكي عبارة عن ايه؟ لاين تي وتي واحد وكي وكي اتنين، وارجع اقول له امر الفي او اللي هو الخط ده، سعادتك خليه اسود، سعادتك الستايل بتاعه خليه داش، تعالى كده خليه داش، شرط 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 شرط. الهدف من ده نقطة الصفر اهي، الكي كومبوننت او الدي سي كومبوننت ما بين الكي، من ما بين الكي اهينا والكي اللي انا بقول له ارسم لي لاين. فارسم لي لاين عند الصفر هينظرها كي، وعند الستة هينظرها كي، وهنا عند الصفر هينظرها كي. اللي هي دي الكي دي بكام؟ انت حاسبها اهو، 1/F. سوري سوري سوري، الكي الكي اللهم صل على رسول الله، احنا قلنا الكي بكام يا ربي؟ اللي هي المتغير كي بربع في الامبليتيود. لو ضربت ربع في 110 هتجيب لك ايه القيمة دي، من صفر كام لكذا. طب بعد كده الامر بتاع التنفيذي بقول له بلوت ارسم لي تي مع في. تي مع في بقى اللي هي الدالة الاصلية اللي المفروض الحاجات دي انا بمهد لها، لان انا عايز ارسم، مش عايز ارسم ساين، معاذ الله، ان انا مش عايز ارسم موجة ساين، انا عايز ارسم موجة دي سي وبعدها موجة ساين. الفيديو زود عن 13 دقيقة، انا كده مش عايز اطول عليكم، هاخد كوبي تمام وقوم قايل له رسم، هيقوم رسم لك الرسمة بتاعتك. شوف هنا بقى، خلي بالك حاجة حلوة اوي هنا، عشان ما قلتش هولد اون نفض كل اللي فوق ده. لو جيتش انا اتعمدت ما اكتبش هولد اون، واحد يقول لي انت مش كاتب فوق اكس اكسس وواي اكسس ومش عارف ورسم المعادله. لو ساعدتك قلت له هولد اون، يعني احتفظ باللي فوق، وضع الكلام هيختلف تماما. جاب الكيرفات بتاعته، جاب كيرفاته عند من 200 لعند 200، 200 ل 200، 200 وهنا مش عارف ايه، من الصفر لكذا. دالة الساين اهي، دالة الساين، الدالة اس دي سي اهي،
هولد اون يعني احتفظ لي، احتفظ لي معاليك بالشغل اللي فات. لما شلتها مش هتلاقي الكلام ده مكتوب، ولا هتلاقي الكلام ده مكتوب، ولا هتلاقي الكلام ده مكتوب. معذرة على الإطالة. أي استفسار تحت في الوصف، الفيديوهات كلها في الوصف، الشروحات كلها في الوصف. سبسكرايب. دعوة من القلب. سلام عليكم.